بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة سلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله حبيباتي في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، شهر الغفران، شهر يتوب فيه الناس إلى ربهم ويعودون إلى رشدهم، شهر يتوحد فيه المسلمين بصيامهم وقيامهم، شهر يجتمع فيه المسلمون في بيوت الله، شهر يعني ما عندي ما نقول لكم فيه قد ما نمدحوا فيه قليل. وانا هذا الشهر الكريم حنبداه لكم بتحلية لأحلى مشتركات. كما راكم تشوفوا المقادير سهلة وبسيطة، فيها هنايا عندي واحد جبن بازيد، ومغرف تاع ديكولجال، وحده تاع البنان، زوج تاع فلون، كريم ديسير، عندي لي بودوار ولا كريم شانتيي، كاس شانتيي وكاس تاع حليب يكون بارد. هنايا قبل كل شيء نبداو على بركه الله. بسم الله، نبداو بلا شانتيي تاعنا، نطلعوها. واش ديري؟ حطي هذاك الكاس الا ربع ولا كاس كيما تحبي حسب افراد العائله تاعك. وكي تحطي الحليب تاعك خلي منه شويه، هذاك كيما وريت لكم قيس من باربع كاس، ومن بعد طلعي لا شانتيي تاعك عادي. راكو تشوف فيها لهنايا كيما نطلعوا لا شانتيي عادي. بعد ما تطلعيها وتطلع لك، زيدي عليها علبه تاع الجبن الطازج، وزيدي خلطي. كل ما تحطي مكون خلطيه. هنا تانيك بعد ما خلطت الجبن حنزيد هذيك الملعقه تاع الديكوجيل بذوق كراميل. صدقوني التحلية تخرج روعة روعة، خدمتها أعز الناس ليا بصح بدون ذكر الأسماء، قلت نشاركها معاكم تخرج ما شاء الله. وهنا كي تحطي ديكوجي، وبعد لهنايا تحبي تخدمي قهوة بيريس ديغا ولا ديري نسكافيه داخل الحليب، وتبداي لهنايا في المونتاج تاعك. احكمي لي بودوار تاعك، احكمي لي فيغين تاوعك، يعني مكاش ما أبسط وأسهل من هاد التحلية. شمخي لي بودوار تاعك، حطيهم داخل لافيرين تاعك. كيما هنايا تقدري ديريها تانيك عائليه، بصح كي ديريها فرديه لهنا خير راح تخرج خير. ومن بعد حكمي هذيك لاكريم اللي كنا طلعناها وحطيناها في الثلاجه تبرد شويه. وبداي خدمي لهنايا في التحليه تاعك. بعد ما تحطي هذوك لي بودوا تمخيهم في نسكافيه في الحليب هذاك اللي كنا خلينا قيس ربع كاس هكذاك. تقدري تزيدي ثانيك عليه، يعني ما حيش نسحقو بزبزب، بصح تقدري تزيدي عليه لا ما كفاتش. هنا زدنا شويه، ومن بعد تحطي هذيك لا كريم قلت لكم، وتزيدي لهنايا تحكمي كريم ديسير بذوق كراميل، زيدي فرغي الداخل. ومن بعد زيدي حطي البنان، غير بحبيبه بنان، يعني راح ديري ستة تاع لي فيغين ولا خمسة راح يخرجوا لك يعني ما شاء الله، وتردي افراد العائله تاعك. ومن بعد كري العمليه، زيدي حطي البنان، زيدي عاودي ديري لي بودوا، ومن بعد حطي ديريكتومون لا كريم، وفي الاخير كامل زينيها بالبنان وبشويه تاع كريم شويه تاع الفلان كراميل عفوا. وهاي ليك النتيجه. تقدري ديريها بالملعقه، راكو تشوفوا فيها، شوفوا كيفاش خرجت الطبقات وتخرج روعه روعه. هنا تقدري ديريها بالملعقه كيما تقدري ديريها تانيك بلابوش، نفس العمليه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، سهله ومهله يعني كيما نقولوا للشهر الفاضي. ان شاء الله تصوموا بالصحه ولهنا، وكل وحده يعطيها ربي ما راهي متمنيه. ما كاش كيما قيام الليل وذكر الله، كل كونو نخدمو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وهاي لك النتيجه الاخيره، شوفوا كيفاش تخرج روعه روعه، صدقوني تخرج ما شاء الله. خلوها تبرد مليح مليح وقدموها لافراد العائله تاعكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، صحه فطوركم وصحه رمضانكم، ان شاء الله ربي يحقق كل امنياتكم اللي عندها حاجه تقيم الليل وتدعي ربي، وان شاء الله ربي يحقق لكم كامل الامنيات تاعكم.